الرياض يعني كنوع من العرفان لهذا الشاعر اللي هو أصلا ابن البصرة وابن العراق. حياكم الله مشاهدينا الكرام ومساكم الله بالخير، وأجدد مرة ثانية تعازينا لأسرة الفقيد سعود بن عبد العزيز المهندي، نائب رئيس اتحادنا الإلكتروني لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. اليوم توفى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة. أبو عبد العزيز كان أحد الداعمين لإقامة كأس الخليج في البصرة، وأحد اللي كانت له إسهامات كبيرة في الخليج العربي وكذلك في آسيا، وحتى أنه هو عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم. سعود بن عبد العزيز المهندي كان لاعب وإداري وفي ناديه الخور التعاون سابقا، ومن ثم ارتقى إلى أن كان عمل في اتحادنا الإلكتروني لكرة القدم وفي لجان مختلفة. ونقول عبد العزيز كان في صراع مع المرض، وإحنا نقول الحمد لله على كل حال، وهذا قضاء الله وقدره. الله يرحمه ويغفر له. تعزينا لقبيلة المهندي والمهاندة كلهم عندنا في قطر والخليج، وكذلك لأسرته الكريمة وإخوانه وعياله وهله، وإن لله وإنا إليه راجعون. فقيدنا عظم الله أجركم جميعا، عظم الله أجر الأسر الرياضية في الخليج وآسيا. اليوم كان عندنا مبارتين راح نتكلم عنهم أيضا، لكن قبل كل شيء اليوم أنا عندي أخوي العزيز يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس البعثة أو رئيس بعثة الوفد العراقي المشارك في خليجي 25. يونس واحد من محللينا، يونس واحد من أخواننا، يونس واحد من ربعنا، يونس أخوي وصديقي وزميلي، لكن وكنت دائما أحب أنه يكون موجود، لكن اليوم لا، يونس يختلف وضع شوي. هناك طموح عنده وهناك رغبة أنه يخدم العراق في موقع آخر، فحصل له هذا الشيء. احنا نتمنى له دائما التوفيق والسداد. لن نتخلى عن ولدنا يونس اللي احترف عندي في قطر من عام وهو عمره 17 سنة، وخدم بلاده العراق في كثير من المناسبات واللحظات، وأهمها كأس أمم آسيا 2007. واليوم يونس محمود كضيف، ما راح أقول راعي مكان، أقول ضيف في جانب معين، ولكن راعي مكان في جانب معين آخر. يونس حبيبي، أول شيء مبروكين الاستضافة، مبروكين التحدي، الإصرار، مبروك هذا الأداء الممتاز من المنتخب، مبروك روحكم الطيبة، مبروك لكم كل شيء، بالتوفيق. طبعا بالبداية نتشرف أن أكون اليوم موجود بين أخواني وزملائي وقناتنا العزيزة قناة الكاس اللي صار لفترة طويلة وياها، ويتشرف. بالبداية طبعاً أكيد نحب نعزي الإخوان القطريين، نعزي نفسنا كرياضيين، نعزي شارع الآسيا عامة، أخونا وأستاذنا فقيد. أنا أقول بالنسبة لي مو فقيد قطر فقط، فقيد آسيا، يعني هو من الشخصيات الآسيوية سعود المهندي، الله يرحمه. وخسارة كبيرة بالنسبة لنا صراحة، الخبر كان مؤلم جداً. الله يصبر أهله ويصبرنا. هو من الشخصيات الرياضية المحترمة جدا، وأنا أعتز بها صراحة، علاقتي بينكم كانت علاقة طفيفة، لكن هو من الشخصيات دائما ماكو كان يقول لنا أي شيء تحتاجون إحنا بالخدمة، يعني هو إنسان قده، يعني كان رجال متواضع جدا. الله يرحمه ويصبر أهله ويصبرنا. ثانيا طبعا اكيد انا اتشرف ان اكون بقناتي، قناه اليوم، قناه الكاس، ومع اخويا خالد وماجد والاخوان عبد الله، رواس، نور، حضري، عوف الحضري، لا حضري اسطوره، الاسطوره عوف اخذ الاسطوره، جمال اخونا بشير، ناصر، بشير، جمال، كل الاخوان، ضغط الحياه كلها فوق راسك، يعني احنا الضغط اللي علينا الله يكون في عوننا طبعا. خالد اتشرف بكل الاخوان اللي موجودين. شيء نور صبري تبي تشتغل في الاتحاد مع يونس بعد؟ لا لا خليني شو شاء الله. لا تشيل هم يا يونس، مؤشرات النجاح بدت
يعني انتهت قبل ما تبدا طبعا ان شاء الله. الله يوفقك. طبعا اكيد نتشرف، احنا طبعا من الناس المراقبين للاحداث من بدايتها بكل الامور. طبعا كانت هناك حتى تحركات ما اخفي عليك حتى من الحكومه العراقيه انه قناه الكاس تكون متواجده، وكانوا حريصين على انها يعرف خالد يعني اعلى المستويات كانت تتصل بهم وتحاول ان يكونوا موجودين، لان نعرف ما تمتلك هاي القناه من شعبية ومن طابع خاص بالنسبة لها البطولة الخليج مع أخوانها قنوات الأخوان في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وحتى اليمن طبعا، والقنوات العراقية لها طعم خاص الكل يعرف بها، وكنا حريصين أنهم كلهم يتواجدون ويكون المساحة مفتوحة للجميع من خلال إبداعهم في كل قناة. بالنسبة للبطولة احنا طبعا دائما نرددها، يعني تعرف طموح الجماهير غير وطموحنا احنا غير، احنا طموحنا انه البطولة تنجح على قدر المستوى اللي نقدر نصل له بنجاح البطولة. ممكن الكل يعرف احنا من 79 لم ننظم بطولة، فقط نظمنا بطولة غرب آسيا للشباب كانت ناجحة ايضا، لكن ما كانت بالمستوى يعني مستوى بطولة الخليج وزخم بطولة الخليج. الحمد لله والشكر لحد الآن إحنا نشوف إنه أكثر الوفود مرتاحة، الجماهير اللي موجودة مرتاحة، المنافسة ممكن قامت تصير يوم على يوم أشد المنافسة خاصة بالبطولة. نعم هناك بعض الأخطاء رافقتنا وهذا طبيعي في كل عمل تكون هناك أخطاء، إن شاء الله بنصححها. وأنت شفتوا يعني حتى مباراة الافتتاح مباشرة ثاني يوم صار عندنا لقاء مع وزارة الداخلية وحاولنا نظلل بعض الأمور اللي صايرة. ان شاء الله نتمنى من الكل يعني على قدر الجهد اللي بذلناه نقول نقدر نقدم بطوله جميله، البطوله كاس خليج 25 لاخواننا واشقائنا بالمنطقه وايضا للعالم العربي والعالم الاسلامي. يونس المستوى الفني شلون حق البطوله؟ خالد انا اشوف المستوى الفني جيد بالنسبه لي، خاصه اليوم احنا شفنا البارحه مباراه اليمن وعمان، ظهر الوجه الحقيقي للفريقين، كانت المنافسه شديده، متعب كره القدم رغم الامطار. طبعا البارحه كانت اكثر الناس تتكلم على موضوع الامطار، لكن هي متعتها صارت في موضوع الامطار والامور. طبعا هاي تصير، احنا نتذكر لعبنا مع الصين اذا يتذكر نور، كانت مباراه اقوى من هذا المطر، كانت كره بالكره بالقوة تمشي، لكن شفت التفاعل اللي موجود. نعم ممكن العراق أخذ الحصة الأكبر بفوزه، لكن التفاعل اللي كان موجود بالملعب للأمانة خالد أنا شفت شغلات يمكن ما شافتها الكاميرات من الأخوان اللي متواجدين خارج الملعب، الأخوان الأمنيين اللي كانوا موجودين بالأمطار وحاولون يسيرون الأمور داخل الملعب. أيضا كانت أجواء جميلة جدا، ممكن الكاميرا ما تلقف كل الأشخاص كل الشغلات اللي موجودة، لكن كان تفاعل جميل جدا. ويمكن شفتونا حتى أنا ونور يمكن تيهنا قمنا صرنا ويا الجماهير مع العلم احنا قاعدين بالمقصورة. يعني أعتقد المستوى جيد خالد اليوم، شفنا طلعت. طبعا اليوم شفنا أيضا البحرين وقطر، كانت مباراة جميلة. شفنا الكويت في آخر دقائق يعود مع الإمارات، كان التنافس يوم على يوم راح تشتد المنافسة. نعم أنا متأكد هسه كثير من اللاعبين من ضمنهم أنا يعني أتمنى أنكم موجود. نعم مرات بطولات الخليج تصير بها نوعا ما استثناء، وكان حضور البطولة للعراق كانت هناك بها تخوف كثير يعني بهذا المجال، لكن أعتقد الآن الناس فكرت عافت هاي الأمور دخلت بالمنافسة مباشرة، شافت الأوضاع طبيعية. الآن المنافسة شديدة بالنسبة من وجهة نظري ده أشوفها. إحنا كنا نتكلم، سألنا نور وسألنا نشأة أكرم وسألنا قصي كم مباراة دولية لعبته، قالوا بين 100 وبعضهم قال 90 مباراة. قصي منير يقول ما لعبت ولا مباراة رسمية في العراق. أنت لعبت؟ أنا لعبت هو ستة ويونس هم ستة ويانا، احنا كنا تقريبا بدينا نسوها سوريا مو؟ مع سوريا ثلاثة سوريا مو؟ اي اعتقد واحدة اليمن واحدة فلسطين. اي صح اللاعبين عندكم يعرفون قيمة هذا الشيء؟ اللي مروا بنفس الظروف كنا سوريا كنا جيل واحد. طبعا البارحة احنا شرحنا هذا الشيء للاعبين،
أنا قبل لا نطلع المباراة كنت جالس مع لاعبين الخبرة اللي موجودين، تعرف اللاعب الشباب ما عاد عليهم هلقى الضغوطات مثل لاعبين الخبرة اللي موجودين عندنا جلال وأمجد وأيمن، فكان قاموا يتكلمون يقولوا لا إحنا بالعكس يعني تعرف إحنا دائما نحب نشيل الضغوط عنهم، لكن هم أعتقد لهم رغبة بالبطولة، خاصة إنه الطمع صار بوجود الجماهير اللي موجودة، الجماهير الغزيرة اللي أعتقد نقدر نطلق عليها جماهير استثنائية، أنها تحضر مباراة منتخبك وتحضر المباراة اللي بعدها وثاني يوم تحضر 30,000 متفرج مع فريق يلعب الكويت والإمارات ويلعب قطر والبحرين و30,000 متفرج أو بالتفاعل، هذا أعتقد هذا شيء استثنائي، هذا أعتقد أنت دافع أو أنت نوعا ما للاعبين أنه يجب أن نحصل على البطولة خلال التواجد الجماهير. هاي في شكر خاص لكم يونس، حضور الجماهير كل المباريات بدون استثناء، وإن كان تجيك المباراة الأولى في جمهور بسيط لكن من الشوط الثاني يبتدي الملعب يعبأ، يعني معناته أنه بس خلص وظائف يتجهون إلى الملعب. إحنا لنا كذا صحيح، أنا ويا خالد إحنا جماهيرنا للأمانة محبة، جماهيرنا إحنا بالعراق نقول عليها فغيرة، يعني تقنع بأي شيء، تقنع بشيء بسيط. أنا هسه يعني خلال جيت لهنا كثير من الناس اللي جايين يعني من أربيل من المناطق الشمالية، لأن يعني المسافة شوية بعيدة تقريبا 7 ساعات، جايين بسياراتهم أصدقائنا أخواننا مسؤولين، يعني أنا أحد المسؤولين هم خابرني أنه هل حصل تذاكر، لأن تعرف موضوع التذاكر صار عليه كلام، لكن هم شغوفين بالنسبة لهم مو بس منتخبهم، يعني حتى المنتخبات الباقية يشوفوها، يعني عندك السعودية مثلا يريد يشوفوها يقول لك السعودية فازوا على أرجنتي أريد أشوف السعودية، يقول لك قطر لاعبين قطر أخذوا كأس آسيا ونظموا كأس العالم أريد أشوف اللاعبين، حتى قناة الكأس أنت تشوف الناس، يعني الناس كلش بسيطين لدرجة ومحبين ودائما داعمين، وفقط موضوع التذاكر شوية يعني صار عليه، كان المفروض يصير عليه كنترول أفضل حتى الناس تعرف طريقة الدخول مالته. في فيديو حق يونس محمود بس نشوفه بعد المباراة على طول. فيديو لو فيديوهات. انتبه يا شباب هنا يا ولد انتبهي من هاي المباراة. على المستوى هذا انتم تروحون تاخذون البطولة. البطولة تاخذونها تروحون بغداد. والإكرامية تاخذوها منك من عندنا الدرجات. لبيتها في رأس عدنان. لا هو شوف احنا بالاتحاد العراقي طبعا الصرف يصير مركزي، يعني احنا مكتب تنفيذي يعني الكل، مو فقط هو رئيس الاتحاد هو يمثلنا رئيس الهرم الاتحاد زين، اما بالنسبة للتكريم هو لازم الكل يعني يكون موقع على التوقيع، لان تعرف الامور المالية هاي يكون اجماع بيها يعني على حسب النظام الاساسي عندنا، لكن هو ممثلنا رئيس اتحادنا، فدائما تروح احنا نروح باتجاه الكابتن عدنان بموضوع التكريم. طبعا هو قبل لا اتكلم عن هو كرمهم كان مع الوزير الشباب والرياضة ايضا كرم الفريق. هنا مشكلتهم خالد ماكو يعني تشوف اول فوز وكلها تيجي وتريد تكرم وتريد يعني شيء بسيط يعني سووه فوز، نعم فوز على السعودية مو بشيء البسيط، لان تعرف احنا والسعودية دائما مباراتنا تكون بها ندية، لكن الكل فرحان، يعني الناس تخابرنا باتجاه انه يا هذا الفوز رفعت روسنا فرحتونا، هو فوز بسيط خالد، تعرف كرة القدم شنو تمثل للشعوب احنا كرياضيين نعرفها، لكن البارحة حسيت يمكن انا ونور اكثر اثنين كنا هم متفاعلين مع اللاعبين، خالد حسينا انه فريق منتخب بروح، روح من تشوف اللاعبين يقاتلون، من تشوف الاحتياط يركضون، من تشوف المدرب يروح ويجي، ومن تشوف الجماهير تتفاعل وياهم، هاي الروح احنا نبحث عنها حتى نكوننا منتخب، لان من تلقي الروح عند هؤلاء الشباب او اللاعبين اللي موجودين، اللاعب الشاب راح اكيد يتعلم منهم، راح ياخذ من هاي الروح، يعني البارحه انا من اشوف حسين او اشوف علي فايز اشوف هاي الروحيه، حتى اللاعبين الخبره اللي كانوا موجودين معاهم مصطفى ناظم دول شفت الروحيه موجوده، هاي تنطيني يعني الي صراحه تنطيني نوعا ما
القوة أن أقدر أقول أنه راح تسوي منتخب، راح يصير منتخب عندنا قوي ينافس في آسيا وينافس في كأس العالم. لهذا البارحة شفتني يعني أنا قلت لهم أنه على هالروح اللي موجودة عندكم أنتم ممكن تصلون تأخذون البطولة أيضا، لأن البارحة صراحة شفت قتال. طبعا أيضا نشكر الفريق السعودي ونقول له هارد لك، طبعا الفريق السعودي ما قصر أيضا قاتل، كانت مباراة حلوة خالد يعني الأجواء توحي لك، إلى رغم أنه بعض اللاعبين تأذوا من البرد والأمور اللي كانت موجودة، برد يعني مطر، البرد حتى مو بس المطر، الأجواء كانت باردة يعني مع المطر بس الأجواء باردة، كان هوا بيها من والجو بارد، لكن البارحة كانت مباراة قمة. أنا من وجهة نظر أشوفها كان قتال بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، وكل يشاهدون من كلهم اللاعبين السعوديين واللاعبين العراقيين على الأجواء الصعبة خالد صراحة. لكن بالأخير أول التالي راح يطلع واحد كاسب واحد خسران أو تعادل، الحمد لله قدرنا نحصل على 3 نقاط، ممكن الخبرة اللي عند المنتخب العراقي والروحية اللي كانت موجودة من لاعبين الخبرة تفوقت على الفريق السعودي. أتأمل أنه هذا المنتخب يستمر مع تغذيته ببعض اللاعبين اللي ما حضروا حتى نقدر نكون منتخب اللي يحلم به جماهيرنا هي بالصعود لكأس العالم، وهذه استراتيجية الاتحاد اللي انت وعدت فيها في 26. أكيد هاي مو بس أنا وعدت بها، طبعا هاي استراتيجية الاتحاد، هي تشمل الاتحاد كله، أنه وقعنا مع مدرب لمدة 4 سنوات حتى يوصلنا 26. فلهذا احنا بدنا نكون فريق، وعندنا المساحة جيدة بالنسبة لنا من تقريبا 11 شهر لحد ما يعني تقريبا سنة لحد ما نصل كأس آسيا، اعتقد نقدر هؤلاء اللاعبين ننزلهم في بعض المباريات القوية، ويمكن شفتوها قبل كأس العالم كانت لعباتنا قوية، ممكن نلعب مع منتخبات او نشاركهم في بطولات خارجية حتى يكسبون الخبرة، مثل ما طبعا احنا نوعا ما نغش من المنتخب السعودي المنتخب القطري شويه نغش منهم، فاحنا نريد نحتك هؤلاء اللاعبين يحصلون على الخبره. اعتقد الاخوان الاجيال اللي قبلهم ما قدروا يحصلون هاي الفرصه، خاصه يمكن نور يعرف كثير من بالسابق، لكن الان احنا بدنا نوفر كل الامكانيات الماديه والمعنويه والاداريه لهذا المنتخب حتى يكون منتخب قوي. عندكم يا شباب خذوا راحتكم مع يونس، اليوم اعطينا وقته يونس. اول شيء طبعا مبارك لكم النجاح هذا، الافتتاح الجميل اللي صار، وبتكلم عن جزئيه انا الجمهور العراقي صراحه. يونس انتم محظوظين بالجمهور العراقي، خط دفاع تصور يعني اليوم في مباراه منتخب الامارات والكويت، تصور لما جمهور المنتخب نفسه في اي بلد غير العراق وما يحضر، اليوم الجمهور انا اسمع وسط المباراه اسمع شيء نشيد ما تعودته في مباراة العراق والكويت، بالروح والدم نفديك يا عراق، يعني مشجع رايح الملعب الإمارات تلعب مع الكويت وهو رايح عشان يوجه رسالة أن نحن واقفين مع كل الفرق هني وفي نفس الوقت هو كمان منتخبنا. فأنا أقول يعطيكم العافية على هالتنظيم، يعطيكم العافية على الاستقبال هذا، وفي نفس الوقت النجاح اللي بعد غياب طويل، فمهما كانت هناك في دول متقدمة يونس كثير واستضافت وصارت عندها أخطاء، حتى لو صارت أخطاء وصارت سلبيات نحن نقول مقارنة بالنجاحات اللي شفناها كل النجاح والتوفيق للعراق إن شاء الله. نتشرف طبعا أكيد، إحنا هاي كلها رسمناها وكلها سجلناها، النقاط اللي كانت عندنا بعض الخروقات بيها نتعلم منها، لكن أيضا لا ننسى إحنا الإخوان الاتحاد الخليجي لا ننسى كان لهم دور كبير ومساعدتنا، وأيضا حتى الوفود اللي كانت موجودة من الوفود الخليجية كانوا يساعدونا بالآراء. طبعا نشكر رؤساء الاتحادات، نشكر وزراء الشباب، نشكر كل الشخصيات اللي حضرت وكان لها دور حتى لو بالاستشارة، هذا شيء مهم بالنسبة لنا، لكن إن شاء الله بالقادم الأيام يكون أفضل وتكون الأمور أكثر يعني سلاسة بإذن الله. يونس يعني صراحة أول شيء مشكورين على التنظيم، يعني الصراحة البطولة الوحيدة اللي الكل قال أنا ناجحة من الجماهير قبل لا تبدي صراحة، وأنا عجبتني ردة فعلك صراحة بالملعب، يعني جرت العادة الواحد لما تحس الفرحة ما تطلع من القلب، شلون فرحتك أنت يا نور بالملعب، يعني نائب الرئيس ووقفت يا نور كأنكم ناس من الجماهير، هذه تعطي طابع قوي حق اللاعبين حق الجماهير، إن إحنا مو مسؤولين بس ولا لا أساطير قاعدين كذي، لا إحنا روحنا على الفريق روحنا على البلد، فوصلت رسالة كبيرة يعني مشكورين. يعني حتى نشأة أكرم نفس الشيء كذلك، نفس الشيء معانا سوى نفس الطريقة،
فرسائلكم قاعد توصل صراحه حق اللاعبين حق الجماهير قاعد تبينون للكل احنا فعلا اساطير فعلا حققنا بطوله 2007 بس ما زلنا نبي في كاس الخليج لان فرحتنا من فرحه اللاعبين وفرحه الشعب العراقي ومشكرين فعلا على التنظيم. يعني اكيد جمال احنا جماهيرنا مثل ما قلت لك سلف يعني جماهيرنا كلش بسيطه يعني ما تطلب الكثير تطلب البسيطه يعني انت شفت تفوز واحد شفت الجماهير حتى في مناطقنا الشمالية والموصل المحافظات الباقية طلعت تحتفل يعني يحتفلون مع الفوز ترى موضوع طبيعي يعني بكرة القدم فوز وخسارة لكن البطولة تختلف انت اخذ بطولة وهم طلباتهم بسيطة احنا بس الأهم عندنا انه المنتخب يكون بقدر المسؤولية يعني المنتخب يقدم داخل الملعب لأن تعرف الجماهير هي تحكم على المنتخب يعني دائما يكون هناك اعتراضات بأن المنتخب ما يقدم يعني من يقدم لا بالعكس يشجعونه ويصبرون له وهذا حتى لو كانت هناك خسارة أعتقد جماهيرنا شغوبة وتحب للأمانة طبعا حتى في الموصل وكركوك هذا ترى حتى الإعلام الخليجية شايلها يعني مو بس الإعلام العراقي وكأنه كرنفال عربي خليجي خاص يعني بعيد عن بطولة الخليج لكن الاحتواء اللي موجود والفرحة اللي موجودة أعتقد هذه أيضا لها دلالة إنه الشعب العراقي مرحب بكل إخوان الخليج. إحنا اللي جونا يونس مو معانا بس جايونا من كركوك من بغداد من أي كل مكان يعزمونا هنا يقولون تعالوا هناك يعني قاعد نشوف الفرحة اللي فيهم الصراحة. صحيح أكيد هم يحبون وتمنى يعني الديم هاي الفرحة الديم. وان شاء الله نبني عليها بالمستقبل انه ممكن تكون الاجواء افضل من هيك ان شاء الله. الله يوفقك كابتن يونس اول شيء مبارك لك النجاح الاستضافه وكل ما تحقق من مكاسب لابد ان تكرس لموضوع رفع الحظر عن الكره العراقيه عن الملاعب العراقيه. الان يعني وصل رئيس الاتحاد الدولي وشاف بعينه حقيقه الوضع ربما في البصره وايضا في يعني في بعض المدن فنتمنى انه يكون في تحرك جاد من قبل الاتحاد العراقي باعتبارك نائب رئيس الاتحاد العراقي ما قبل خليج البصره يمكن نكون يعني ممكن تكونوا معذورين في مساله انه يعني مش قادرين تشرحوا للناس او للعالم الان العالم كله بيتكلم عن البصره لابد من استثمار هذا الحدث يعني لرفع الحظر في اقرب وقت بالاستعانه طبعا بالاشقاء. طبعا هو هذا الموضوع مهم هذا الموضوع كان من أيام الأخ العزيز والأستاذ رئيس الاتحاد السابق حسين سعيد ومن بعده الأستاذ ناجي حمود ومن بعده ملا عبد الخالق ومن بعده السيد اياد بنيان والآن عدنان درجان. ممكن الآن الأمور صارت متاحة بالنسبة لنا يعني بالبداية قدرنا نأسس لهذا الموضوع لأن طبعا الكل يعرف إحنا صار لنا سنين نلعب خارج أرضنا خاصة في تصفيات كأس العالم هذا كان يأثر علينا سلبا. الآن صارت عندنا بعض التجارب بمباراة الودية وكان طبعا أكيد لا ننسى هناك دور الأشقان اللي موجودين حاليا ويانا وأيضا لا ننسى دور الشيخ حمد كان له دور كبير بهذا الموضوع. الأخوان اتحاد الخليج أيضا كان دور بالفترة الأخيرة أيضا كان هناك دخول الأخوان من السعودية ومن اتحادات الإمارات والاتحادات الباقية أيضا لهم دور بدعم الكرة العراقية أنها تلعب داخل أرضها وهذا شيء طبعا معروف يعني للكل. على أثرها صارت بطولة الخليج أنه بطولة الخليج تكون بروبة مهمة. نعم كان هناك بعض المؤشرات باتجاه انه ممكن رئيس الفيفا يحضر احنا اكثر من دعوه قدمنا له كان تدخل ايضا من بعض الاخوان ساعدونا بهذا الموضوع واجى رئيس الاتحاد الدولي ايضا لا ننسى حضور الممثل سمو امير قطر الشيخ جوعان ايضا كان له دور كبير بحضوره ايضا لا ننسى الاخوان الاماراتيين والشيوخ وامارات الكويت. الكويت طبعا للأمانة الإخوان الكويتيين رئيس الاتحاد طبعا قبل البطولة بعشرة أيام هو متواجد هنا وكان حتى يفتر معنا بالملاعب مع الكابتن عدنان يعني الرجال ما قصر ويانا كثير يعني كثير كثير كان يفتر ويا عدنان وكل الأمور كان يضللوها لكن احنا أيضا لا ننسى الإخوان
الاتحاد الخليجي من اعطونا البطوله يعني المؤشرات تتجه فرصه حقيقيه ان الواحد يشتغل على للامانه احنا استغلينا الفرصه. كان هناك تكاتف كبير من الحكومه العراقيه مع وزاره الشباب مع اللجنه العليا اللي شكلت مع الاتحاد العراقي، دللوا كثير من الصعاب. ايضا لا ننسى الاخ اسعد العيداني كان له دور كبير في موضوع توفير كثير من الامور، لان تعرف الاتحاد العراقي ما عنده بعض المرات ما عنده القدره على تضليل بعض الامور، هاي يكون لها دور المحافظ بها او الحكومه. الحمد لله والشكر، طبعا احنا نشكر كل من جانا وكل من زار البصره وزار وكان موجود بالبطوله. شرف كبير وانه يكونوا متواجدين، وانا شفتهم للامانه. انا صعدت للمقصوره الرئيسيه وسلمت على الاخوان اللي موجودين من شيوخ وامراء ودوله رئيس الوزراء وايضا رئيس البرلمان ورئيس اقليم كردستان. كانت الفرحه بعيونهم رغم المضايقات اللي كانت موجوده، لكن الفرحه اللي موجوده. وانا اتذكر حتى شيخ جوعان قال لي، قلت له شيخ اعذرنا يعني شوي الامور، يعني قال لي ما لك دخل شوف الجمهور، يعني كانوا مستمتعين بحلاوه الجمهور اللي موجوده. نشكرهم صراحه انه ايضا صارت بعض المضايقات، لكن ما حد اشتكى يعني من هذا الموضوع، وهذا نقدره طبعا اكيد الى تقدير كبير عندنا. طبعا واكيد نوجه الشكر للجميع اللي كانوا حاضرين. على طاري ذكر المحافظ الأستاذ أسعد العيداني، كان موجود من يومين وقال إن الآن بدأت الفكرة إن العراق يستضيف 2027 آسيا. خالد حتى لو نطرحها كملف مشترك مع السعودية. طبعا أكيد من حق السيد أسعد العيداني، هو أحد المحافظين في مدينة من ثلاث مدن، هي أكبر المدن اللي موجودة هي البصرة، بعد بغداد والموصل عندنا ذلنا المناطق الكبيرة، الآن أيضا نضم لهم عندنا الإقليم إقليم كردستان. طبعا طموح مشروع، لكن هذا تعرف هذا ملف يراد له دراسة ويراد له بعض الأمور. أنا شفت لما قال أنه مع الإخوان السعودية، طبعا إحنا عندنا القدرة للأمانة، عندنا القدرة، إحنا لدينا ملاعب على استادات على مستوى عالي في كل العراق من شماله إلى جنوبه. يعني أنا مرة نزلت صورة على تويتر إذا ما أتذكرها، الملاعب اللي موجودة إحنا عندنا ما عدا الملاعب الرسمية اللي موجودة، عندنا ملاعب أولمبية، الأولمبية تقريبا من 15 إلى 20 أو 10,000 تقريبا متفرج، هاي في كل محافظة، يعني من ضمن البنى التحتية اللي صارت. لدينا ملاعب واستادات كثيرة، الآن إحنا في بغداد عندنا ثلاث استادات هي رسمية تلعب بها مباراة رسمية، عندنا نجف وكربلاء أيضا استادين رسمية تلعب بها ولعبوا بها صارت بها، عندنا في الشمال أيضا الآن عندنا ملعب زاخو موجود، عندنا ملعب دهوك، عندنا ملعب أربيل، وعندنا ملعب جديد في سليمانية راح يصير عن قريب راح يدخل الخدمة، أيضا ملعب دولي كبير. عندنا كركوك الأولمبي أيضا موجود مساحته كل كبيرة، أعتقد 45,000 متفرج. عندنا ملعب ميسان والكوت. خالد في كل محافظة عندنا ملعب، يعني ملعب رسمي للعب. يعني أكو هن موضوعين سووهن، موضوع الاستادات الكبيرة اللي هو استاد البصرة، الميناء، كربلاء، نجف، الزوراء، الحبيبية، الشعب ايضا من ضمنهن. لكن ما عداهن في كل محافظه اكو ملعب اولمبي يسمونه، هذا ما له دخل، هذا خاص بالحكومه تسوي للحكومه المركزيه. فملاعب عندنا كثيره، احنا عندنا نقدر حتى يعني البارحه من صار كلام سياده المحافظ باتجاه كاس اسيا، طبعا كاس اسيا شويه يراد لها اكثر من طاقتنا، يعني يحتاج لنا وقت للامانه يعني بهذا الموضوع. لكن ممكن البطولة العربية يعني ممكن نفكر بيها، لأن ممكن نقدر نسويها ثلاث مجاميع إلى أربع مجاميع ممكن نقدر. أنت ممكن تأخذ الآن كأس العرب مثال، صح، وتفكر في كأس آسيا إنه يكون في 2031. ممكن هو الفكرة خالد، كأس العرب أعتقد هي خاصة بينا مثل ما يقولون، يعني يدنا ولد عمك، شايف ابن العم من يشوف اكو بعض العيوب لا ما يحكي عليها، يشيل على بعض اي يشيل على بعض، بس غيره لا ما راح يقبل بها. انت شفتوا
احنا في تصفيات الشباب اللي هنا صارت استراليا رفضت تشارك. صحيح. يقول لك انا ما مجبور بيك، بس لو يجيك مثلا فريق المغربي يقول لك لا اجي، او التونسي او الكويتي. ما جوك اشقائك في الخليج. صح لو لا نفس الشيء. فاحنا هاي بروفا مهمه، كاس العرب تصير عندنا، ممكن نسويها 3-4 مجموعات، ممكن يصير مجموعه في البصره ومجموعه في بغداد ومجموعه كربلاء ونجف ومجموعه في الشمال، في الشمال. فالامور طبيعيه جدا عندنا. ممكن هاي البروفا تكون بروفا جيده، حتى بعدها نقدر نقدم ملف كاس اسيا. يعني احنا للامانه احنا ما نريد نحصر الموضوع فقط في موضوع البصره، يعني البصره نعم البصره لدينا استاد كبير، لكن ايضا احنا في قادم الايام راح يكون هناك اعتقد الحجر الاساس لملعب دولي كبير في بغداد، اللي هي هديه السعوديه للعراق، هديه ايضا ملعب على مستوى عالي، نتمنى انه يرى النور، لأن هذا أعتقد شيء مهم بالنسبة لنا. لكن إحنا صراحة خالد يعني البصرة طيبين والبصرة كل شيء متوفر بيها، لكن إحنا هدفنا الرئيسي هو إنه نرفع الحظر عن العاصمة. إحنا نريد نروح بالعاصمة، لأن البصرة ضبطت أمورها، ضبطت ملاعبها وعرفوا شنو اللي يصير واللي ما يصير، لكن الآن إحنا نريد نرفع الحظر عن بغداد، لأن بغداد عاصمة العراق، ونتمنى يعني نتمنى هذا الحدث إن يكون هناك ألعاب في بغداد، ويكون شفتوا أعتقد إحنا وفلسطين صارت النهاية، أعتقد إحنا وسوريا وما أتذكر غرب آسيا، غرب آسيا للشباب النهائي حولناه من البصرة، حولناه لبنان، لبنان إلى بغداد، إلى بغداد، وكانت احتفالية كبيرة وممتعة. فإحنا نتمنى السؤال بوجود رئيس الفيفا السيد انفنتينو، ما صار حوار بينكم وبينه والله ان احنا يعني نبيكم ترفعون الحظر ما شبه ذلك؟ لا خالد، هو هذا الملف مو اليوم يعني في حضور السيد انفنتينو، كان هناك اكثر من لقاء في قطر، خاصه كانت فرصه كبيره في كاس العالم. كانت هناك لقاءات، وقبلها اعتقد ايضا كانت لقاءات هناك، اتذكر في بعض المناسبات. طيب. كان لقاء يعني طبعا مشكورين اخواننا القطريين كان لهم دور بهذا الموضوع. هذا كان مرتب له تقريبا. لكن تعرف انت اول وتالي انك تجيب رئيس الاتحاد الدولي الى بلدك، هذا موضوع شويه يراد له، لكن الحمد لله اشتغلنا عليه وعملنا عليه، والحمد لله قدرنا انه يجي ويشوف بعينه، واللي اسعدنا اكثر انه هو اكثر غرد مرتين، مره نزل صوره البايش، ومره شكر العراق بحضوره واستمتاعه بالمباراه، فهذا شيء مهم بالنسبه لنا.